الإسلام ثم تاب بعد ذلك هل حبط عمله الذي عمله قبل فتنته؟ وما هو الدليل على ذلك؟ صحيح أنه لا يحبط. من العلماء من يقول يحبط، ولذلك لو حج ثم ارتد قالوا لازم يعيد الحج. يعني لو حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم تاب قالوا لازم يعيد الحج لأن الحجة الأولى بطلت. والصحيح أنه لا يعيد، أن حجته صحيحة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فدل على أن الذي يموت تائبا أنه لا تحبط أعماله. وفي الحديث لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل أن يسلم كانت له أعمال صالحة هل تنفعه؟ قال له صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، دل على أن الأعمال السابقة إذا تاب الإنسان وهي صالحة أنها تحسب له عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة، نخبة الفكر، لما عرف الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من قولي العلماء، أخذا من هذه الآية. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. نعم.